تاني لحالة السيخ اللي اخترق رأس طفل اللي شفناها منذ قليل، وقلنا ان الفريق الطبي تعامل بمهارة شديدة لان الناس لما تداولت المشهد انتشر بشكل كبير وقالوا يعني كيف نجح الأطباء في إنقاذه، وإنه يبقى في عندنا تفوق طبي في التعامل مع حالة بهذا الشكل. معايا الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية طب طنطا. يا دكتور أمجد أهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ وائل، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. أنا لقيت الناس يعني بتقول حيوا الفريق الطبي اللي تعامل مع حالة الطفل دي، خاصة يعني الحالة دقيقة قوي وصعبة قوي، يعني كيف تم التعامل معاها يا دكتور؟ الحقيقه اولا انا بشكر حضرتك انك انت بتسلط الضوء على النماذج المبشره من شباب الاطباء في مصر بهذه الصوره، ويمكن حضرتك لك السبق في هذا المجال، فشكرا جزيلا. الله يخليك. والحقيقه يعني انا الحقيقه فخور بالشباب الاطباء اللي موجودين حاليا في كليه طب طنطا في مستشفى الطوارئ في كافه التخصصات، وخاصه التخصصات الدقيقه يعني جراحه المخ والاعصاب والاوعيه الدمويه والقلب والصدر والتجميل، لان الحقيقه هم في الفتره اللي فاتت ديت بيعزفوا سيمفونيه كبيره جدا في التعامل مع مثل هذه الحالات الخطره، والحقيقه بيلقوا فيها نجاح كبير، ودول امل مصر الحقيقه في الفتره اللي جايه ديت، وان شاء الله هنعتمد عليهم اعتماد كبير. الحاله ديت يمكن اتشرحت لحضرتك انها الطفل السيخ الحديد اخترق الجمجمه، ومر الحقيقه وده من يعني الحمد لله الحمد لله بطريقه في اماكن معينه اللي هي يعني ما تقدرش تقول الا ده توجيه ربنا سبحانه وتعالى، علشان ما يزهقش روح الطفل ده في التو واللحظه. وانا بشكر الحقيقه الدفاع المدني اللي هم ما حاولوش استخراج سيخ الحديد، هم قصوا سيخ الحديد وبعتوه للمختصين علشان هم يستخرجوه بالطريقه الامنه. وانا عندي عشم في الله ان بعد المجهود اللي لا يعني الفريق المدني اولا اللي بتقول حضرتك لما جم يقصوا سيخ الحديد سيخ الحديد عملوا ايه؟ هو حضرتك سيخ الحديد كان داخل في دماغ الطفل، فعلشان ما حاولوش ان هم يطلعوا سيخ الحديد من دماغ الطفل، لا ده هم قصوه ونقلوه للمستشفى وسابوا ده بقى للاطباء يعني. وسابوا الاطباء لو وده كان طبعا حد لو كان حد شد السيخ ده كان يعني ممكن مات في الحال، يموت في الحال، هيحصل نزيف داخلي وكان هيموت في الحال وكده مشكله. فده اول تصرف جيد ادى الفرصه للاطباء انها تتعامل بمهاره مع الحاله، لانها بقت الحاله بالنسبه لهم حاله لم يتم العبث فيها في الوقت ده. والله كويس ان حضرتك بتقول ده، يعني على اعتبار انه الناس يعني بتفهم في حاجه فتؤديها، وتقول الحاجة التانية دي هنسيبها للأطباء يشوفوا ازاي يتعاملوا معاها يعني. ويا ريت أي حد لما يشوف أي مصاب اخترقوا أي جسم غريب، يبقى أول فكرة إن هو يسيب الجسم الغريب ده في مكانه لحد ما الأطباء هم اللي يعملوا الفحوصات ويستخرجوه، أفضل بكتير جدا ما هو حاول يستخرجه منه، لأن ده ممكن يؤدي إلى حياته. السير بقى حضرتك بتقول يعني الحمد لله ربنا ستر، ليه لو كان السيخ ده السيخ في مكان تاني شوية قريب من يعني دخل في مكان تاني في الدماغ؟ حضرتك لو تشوف المكان بتاع المخ او الجمجمة بتبقى القشرة المخية تحت منها المخيخ، تحت فيه اوعية دموية كثيرة جدا، عشان السيخ يخترق المخ بالطريقة ديت وما يصيبش هذه الاجزاء كلها، يعني ديت عناية ربنا سبحانه وتعالى، يعني بشكل كبير جدا ربنا يعني رايد للطفل ده ان هو يعيش ان شاء الله. تاني حاجه بقى مهاره الاطباء في ان هم لما يستخرجوا سيخ الحديد ده ما يصيبوش اي جزء تاني من اجزاء المخ، واحنا عندنا عشم في الله ان هو ان شاء الله يعدي ويبقى كويس باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الحاله دي مش الحاله الاولى، يعني انا نفسي بصراحه عندي في يعني عندي حالات يعني فيه عامل بالصاروخ اتقطعت ايده تماما وكانت متعلقه على جلده، كان ممكن الفريق الطبي يبتروا الايد. الفريق الطبي قعد 11 ساعه بيعمل زراعه لليد مره اخرى، وتم بعد كده بنجاح ان اليد اتحركت، ده في قسم جراحه التجميل، وبقى العامل دلوقتي بيحرك ايده. في مباراة كرة قدم في استاد كفر الشيخ، أحد المشجعين السيخ الحديد برضه دخل في دراعه، وكان على وشك برضه إن يتم بتر الدراع كله، لكن الحمد لله فريق جراحة الأوعية الدموية
استخرج السيخ الحديد ده برضو بعد جراحة طويلة استغرقت أكتر من 11 ساعة أيضا. فالحقيقة زي ما بقول لحضرتك كده فيه جزء مبشر جدا من شباب ما الأطباء. هو ده الحقيقة. يعني أنا لقيت حتى في حالة الانبهار على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه في عندنا أطباء يستطيعون التعامل مع حالات دقيقة وصعبة بهذا الشكل يعني. تمام. فبنحييكم تاني يا دكتور، وبحيي الفريق الطبي من الشباب الأطباء اللي حضرتك تحدثت عنهم، ألف شكر. نموذج يعني مبهر الناس كانت